عودة معكم مرة أخرى، وهذه التغطية الخاصة عن ملف الدراجات الخاصة، وضيفنا في الوقت المتبقي من البرنامج الأستاذ نجم اليعقوب السياسي المستقل. أهلا بك أستاذ نجم في هذه التغطية. مرحبا أستاذ نجم. يعني الكتل السياسية تعتبر ملف الدراجات الخاصة أهم من الوزارات، برأيك ليش؟ سيد العزيز، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم المحترمة. الحقيقة اليوم الوزارات ترتكز بالمرحلة الأولى والرئيسية في إدارتها على الدرجات الخاصة، وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة الأخرى. وأعتقد أنه الكثير من القرارات يكون مطبخها هي هذه الدرجات أو الشخصيات التي تستلم هذه المناصب، ومن ثم بالنهاية يكون القرار النهائي لوزير الوزارة المعنية. ولذلك هي مهمة جدا بالنسبة للقوى السياسية، وخاصة اليوم المعلوم للجميع أن القوى السياسية تريد قدر الإمكان الفائدة من هذه الوزارات، الفائدة المادية لتمويل أحزابها ولتقوية نفوذها في العملية السياسية وإدارة الدولة. ولذلك هي تنظر لها منظار أهمية بالغة جدا، أكثر من النظر إلى مناصب الوزراء في حكومة السيد عبد المهدي والحكومات السابقة. يعني المتعارف عليه السفراء يتم تعيينهم من وزارة الخارجية، بعدين من ثم مصادقة رئيس الجمهورية على السفراء، ومن ثم تحول إلى البرلمان للتصويت عليهم. سمعنا أن قبل أيام وزير الخارجية السيد الحكيم اجتمع مع الكتل السياسية داخل قبة البرلمان، وحسب ما صدر من الاجتماع أنه صاركوا توزيع 50% يختارهم الكتل السياسية و 50% يختارهم السيد الحكيم وزير الخارجية. طيب وين صلاحيات الوزير؟ سيد العزيز، اليوم المعروف أن العملية السياسية منذ عام 2005 بنيت على أساس المحاصصة بين القوى السياسية، وأعتقد أنه حتى قسمت هذه الدرجات على أساس المكونات اليوم اللي تمثل الشعب العراقي. وبالنتيجة هذا المبدأ فرض على القوى السياسية أن تجلس فيما بينها لتفاهمات لتقاسم هذه المناصب. وأعتقد أن اليوم ما جنابك ما طرحته هو جزء من هذه التفاهمات بين القوى السياسية إلى أن تصل إلى حالة من التفاهم لحسم هذه المناصب. وأعتقد أن اليوم هذه الدرجات هي مهمة جدا، وكان المفروض أيضا وفق الدستور العراقي وأن تمرر عن طريق البرلمان وترسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على هذه الأسماء. هناك تخبط كبير في إدارة الدولة العراقية، وخاصة في هذه المرحلة. كنا نتأمل من السيد عبد المهدي والسيد رئيس الجمهورية أن تكون الإدارة أحسن بشكل كبير نتيجة متغيرات التي تطرح على الساحة، متغيرات الضغوطات الدولية. وأعتقد أن هنالك نوع من تخفيف الضغط على القوى السياسية، إعطاء مجال كبير للقوى السياسية لتصحيح مسارها. ولكن أعتقد أن هذه القوى السياسية لم تستطع أن تستغل هذه الفرصة التي أعطيت لها، والجميع ينظر لها على أنها الفرصة الأخيرة لهذه القوى السياسية في إدارة شؤون الدولة. إذا ما أحسنت التصرف وعدلت من مسارها فإن تستطيع أن تستمر لمرحلة أخرى، وإذا لم تستطع أن تستفاد من هذه المرحلة، وحسب ما نحن نراه هي لم تستطع أن تستفاد فعليا من هذه المرحلة. فحتى رئيس الوزراء كان يمكن أن يستفاد من هذه التغيرات الموجودة على الساحة بشكل كبير، أعطيت له فرصة كبيرة وبالأخص فرصة دولية لاتخاذ قرارات تمثل إرادته، تمثل رؤيته في إدارة شؤون الدولة. ولكن أيضا هنالك تفاهمات منذ اختيار السيد رئيس الوزراء لأن يشغل هذا المنصب بينه وبين القوى السياسية على أن لا تعترض إرادته مع إرادة القوى السياسية، وهذا ما سبب خلل كبير في إدارة
شؤون الدولة وفي حركة القوى السياسية وحركة السيد عبد المهدي. هذا نرجع لهذا الموضوع. خلينا نروح أستاذ نجم إلى هذا الاستطلاع ونشاهده وبعدين نرجع معك مرة ثانية. بالنسبة للدرجات الخاصة إذا وزعت حسب المحاصصة بين الكتل السياسية هل ستفتح باب للفساد؟ تفتح باب للفساد لأن راح تكون تنصب لخدمة الأحزاب التابعة لها وتكون أكبر فساد بالعراق. ونرجو من رئيس الوزراء أن تكون المحاصصة على مستقلين وليس تابعين للأحزاب، والدرجات الخاصة توزع على فئات من الكوادر المتعلمة والمتميزة بالدولة بعيدة عن أي حزب أو كتلة سياسية، لأن كل كتلة راح تأخذ حصتها وحصتها لما توزع على الأقرباء لها، فالناس اللي عندهم شهايد، الناس اللي متخرجة، الناس هاي كلها راح تقعد اللي ما عندها مداخل كتل مثلا أو ما عندها طرف سياسي أو ما عندها، فتظل قاعدة، والكتل اللي عندها أرف اللي عندها واصل اللي عندها راح تمشي، فهذا الفساد بحد عينه. يعني المحاصصة هي اللي راح تفتح باب للفساد بين الكتل السياسية؟ طبعاً إيه، طبعاً راح تفتح فساد للعملية السياسية. هي يعني لولا المحاصصة لما كان أكو فساد، لو معتدين مبدأ التكنوقراط والناس، يعني وزاراتنا ومجتمعنا غني، غني بالمثقفين، غني بالناس اللي عندها مؤهلات علمية ومؤهلات اجتماعية ومؤهلات فنية أن يقودون دوائر الدولة. لكن موضوع المحاصصة هو بدءاً المحاصصة على مستوى الحكومة، على مستوى مجلس، على مستوى مجلس النواب، هي هذه اللي عممت الفساد. وإلا إحنا بدون محاصصة الشعب العراقي عايش وعايش طبيعي وماكو فساد أصلاً. فأنت من تسألني الدرجات الوظيفية إذا على المحاصصة تؤسس لفساد، ما هي الفساد أصلا يعني؟ ما لا شك فيه، هي هذه بؤرة الفساد. إن كان إن فتحت الدرجات الخاصة المحاصصة السياسية تعتبر محاصصة سياسية، لذا نرى أن يروا من مجلس النواب أو بقية الحكومة تتجه اتجاه آخر للدرجات الخاصة وتنظر بعين الاعتبار ما سيؤول إليه هذه الدرجات وما ستفعل من دمار للعراق بكل شيء، وهو حقيقة غير ناقص في هذه الدمار الذي الآن فيه. لذا أرى أن تترك هذه الدرجات الخاصة للمحاصصة ويقيم كل حزب أو كل رجل سياسي على قدر عمله. فأرى الآن لابد أن هناك تكون لجنة تقيم هذه الأشياء، وليس كما يقول المثل الأصعي لك هذا وإلي هذا. لا، ما يجوز هذا الشيء، لأن هذا سيؤثر على العراق. سيد، وفق ما نتابع من تصريحات ومواقف، هناك ضغط على أصحاب القرار في مسألة المحاصصة. متى سنتخلص برأيك من هذا المبدأ عفوا برغم فشله؟ سيدة العزيزة، أعتقد أنه كما قلت لك أنه المحاصصة هي موجودة منذ عام 2005 ومتجذرة بين القوى السياسية، وأعتقد أيضا أن القوى السياسية لا تريد مغادرة هذه الأسلوب من إدارة العملية السياسية وإدارة الدولة، كونها ستخسر الكثير من نفوذها في العملية السياسية أو في إدارة الدولة. ولا نستطيع أن نخرج من أسلوب المحاصصة بين القوى السياسية ما لم تكن هنالك حكومة قوية جدا ورئيس وزراء قوي جدا يستطيع أن يقف بوجه القوى السياسية ويفرض بإرادته ويستطيع أن يستخدم المتناقضات ويستخدم ملفات موجودة تحت يده ضد هذه القوى السياسية، وأن يستخدم أيضا التغيرات. كما قلت لكم هناك تغيرات أقليمية وهناك تغيرات في تأثيرات القوى السياسية الخارجية اليوم على الشأن السياسي العراقي والإداري. ولذلك أعتقد إذا ما بقت هذه القوى السياسية بدون
أن تكون هنالك قوة من الحكومة العراقية ورئاسة الوزراء للوقوف بوجه هذه القوى السياسية، فإنها لن تغادر مبدأ المحاصصة، لأنها هي التي تعول على هذا المبدأ لتقوية نفوذها في العملية السياسية وتقوية نفوذها في إدارة شؤون الدولة. وهناك أيضا يجب أن تكون مرحلة جديدة من بناء عملية سياسية حقيقية، ونحن بحاجة أيضا إلى تعديل كثير من فقرات الدستور التي تعكس عليها هذه القوى السياسية في انتهاجها لمبدأ المحاصصة. والدليل على ذلك أن اليوم عندما يريد السيد عبد المهدي أن يتخذ قرارات في اختيار الشخصيات الوزارية أو أن تتخذ شخصيات الوزراء اختيار الدرجات الخاصة، فإن القوى السياسية تقف عائقا بوجه هذه القرارات أثناء التصويت عليها في قبة البرلمان، وتتحجج هذه القوى السياسية ببنود الدستور وآلية بناء الدولة العراقية وفق ما جاء في فقرات الدستور العراقي. طيب سيد نجم، عندما يعني السياسيين يعترضون على بعض القرارات ويرفعون دعوة يهددون، ومثل ما استمعنا بالضيف قبلك كان نائم، يعني شنو الحال؟ سيدة العزيزة، نحن قلنا منذ البداية وكنا نتأمل أن يكون بناء الدولة العراقية وأحد الركائز المهمة جدا أن يكون القانون سطوته على الجميع، وأن ينفذ القانون على الجميع سواء كان مسؤولا في الدولة أو مواطن عادي. وأعتقد أنه هي هذه النقطة الرئيسية في بناء الدولة والركيزة الأساسية في بناء الدولة العراقية، وأن لا يكون أحد مهما كان خارج سلطة القانون. اليوم عندما تعرض ملفات ضد شخصيات محددة من الدولة العراقية تنبري بعض القوى، شخصيات القوى السياسية للدفاع عن هذه الشخصية، وهذه أيضا تندرج ضمن حالات الفساد وضمن حالات هدم أركان الدولة العراقية، ويجب على القضاء أن يتخذ الإجراءات وتحريك الدعوة من قبل الادعاء العام ضد أي شخصية تهدد مواطن عراقي أو شخصية تساهم في فضح ملفات الفساد وتداعي بمحاسبة الفاسدين. وكما قلت، اليوم القانون العراقي يجب أن يكون هو الفيصل لمثل هذه الحالات، وقطع دابر كل من يريد أن يدفع باتجاه من ثبتت عليه ملفات فساد ومن هدر المال العراقي ومن أساء إلى الشعب العراقي. طيب أستاذ نجم، يعني رأيك بموقف تحالف سائرون وتحالف الفتح أنه عدم رغبتهم بالذهاب للمعارضة بالوقت الحاضر، يعتقدون أنه هذا قد يؤثر على عمل الحكومة ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي؟ سيد العزيز، أعتقد أنه كانت من نوايا سائرون والفتح أن تكون حكومة السيد عبد المهدي هي المنقذ للقوى السياسية اليوم الموجودة على الساحة، والمنقذ للعملية السياسية برمتها، كون أعتقد أن الصراعات بين القوى السياسية قبل اختيار السيد عبد المهدي وصلت إلى ذروتها، وكانت تهدد بالإطاحة بهذه القوى السياسية وأيضا الإطاحة بالعملية الانتخابية التي جرت عام 2018. ولذلك اليوم الكثير من القوى السياسية تنظر أن إعفاء السيد عبد المهدي أو سحب الثقة من السيد عبد المهدي ستعيد هذه القوى السياسية إلى المربع الأول، ومن ثم حدوث نزاعات كبيرة بين القوى السياسية قد تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، وبالنتيجة تترتب عليها آثار كبيرة جدا على مستوى العراق. ولذلك هي تريد أن تعطي فرصة أكبر للسيد عبد المهدي لتحسين أدائه خلال المرحلة أو الوقت الذي مضى، ولكن نعتقد أن اليوم السيد عبد المهدي شبه خامل في اتخاذ خطوات حقيقية وقرارات جريئة ضد بعض القوى السياسية التي تعارض هذا المشروع. ونعتقد أنه إذا استمر السيد عبد المهدي على هذه الوتيرة فإنه
فإنه لن يستطيع إكمال مشروعه السياسي، وأن كثير من القوى السياسية ستجنح إلى المعارضة كما حدث اليوم، ولاحظنا جنوح تيار الحكمة الذي نعتبر أنه جزء من المجلس الأعلى. وإذا ما رجعنا أيضا على أن السيد عبد المهدي هو يعتبر ايضا خرج بعد انشق المجلس الاعلى، صار واحد التيار الحكمة صار واحد، خرج من هذا البيت، هو البيت المجلس الاعلى. اعتقد ان اليوم معارضة السيد عمار الحكيم لسياسة الاحزاب السياسية واداء السيد عبد المهدي مؤشر خطير، قد يؤدي الى فقدان السيد عبد المهدي لثقته اذا ما انحازت بعض القوى السياسية اليوم المعترضة أيضا على سياسة الأحزاب وسياسة عبد المهدي لإدارة الدولة، فإنها قد تصل بالنتيجة إلى سحب الثقة من السيد عبد المهدي واختيار شخصية جديدة للمرحلة. طيب، يعني لدينا ما تبقى من الوقت القليل أستاذ نجم، يعني العدد كبير نسبيا بالنسبة بالدراجات الخاصة بما يخص وكلاء الوزراء، المدراء عامين، سفراء، هيئات مستقلة، برأيك كيف ستنجز هذه المهمة؟ أعتقد السيد العزيز اليوم أن الخلافات بين القوى السياسية كبيرة جدا في مرحلة اختيار الدرجات الخاصة، وكما قلت في بداية حديثك أنه تنظر لها القوى السياسية على أنها أهم من المناصب الوزارية لما تحتويه من اتخاذ بعض القرارات المهمة، وما تدر على هذه القوى السياسية من منافع كبيرة جدا. وأعتقد أن القوى السياسية سوف يشتد التنافس فيما بينها على بعض هذه المناصب، ولن تستطيع أن تحسم هذه المناصب بوقت قريب جدا، ما يؤثر على عمل السيد عبد المهدي وإدارة شؤون الدولة وإدارة المرافق الحكومية. وإذا ما أرادت هذه القوى السياسية أن تعجل في حسم هذه المراكز المهمة واختيار شخصيات مناسبة لهذه المراكز، عليها أن تتخلى عن مبدأ المحاصصة وتترك اختيار هذه الشخصيات بيد السيد عبد المهدي وكابينته الوزارية للوصول إلى اختيار شخصيات مناسبة تتفق عليها الكتل السياسية، والخروج من هذا المأزق وأيضا الانتهاء من هذه الصراعات بين القوى السياسية. السياسي المستقل أستاذ نجم اليعقوب، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه